من كتاب النية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا الحديث هو أول ما بدأ به الإمام البخاري صحيحه الموسوم بصحيح البخاري، ليدل على أن النية هي أم الأعمال، فمن صلحت نيته حسب بالخير وأثيب وإن لم يكتمل العمل، ومن فسدت نيته فنسأل الله السلامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.